بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة في كل مكان. إن شاء الله في الفيديو هذا حنتكلم على حاجة اسمها بورتو سيستميك سيركوليشن أو أناستوموزس. طبعا البورتو سيستميك أناستوموزس اسمها الثاني ممكن نقدر نسمها بورتو كافال أناستوموزس أو بورتو كافال سيركوليشن. طبعا هي عبارة عن كونكشن ما بين السوبيرو فينا كيفا والإنفيرو فينا كيفا مع البورتال فين. حنرسم الكوميونيكيشن هذه وحنتكلم شنو هو الكلينيكال امبورتنس متاعها. قبل كل شيء نبدو من فوق وحنرسم حاس ماها اللي هو ليفت بريكيو سيفاليك فين اللي نعرف احنا كنا يتلاقى مع الرايت بريكيو سيفاليك فين باش يكونوا اللي هو السوبيرو فينا كيفا. والسوبيرو فينا كيفا يصب وين؟ في الرايت اتريوم. فهذا السوبيرو فينا كيفا حنخلي مسافه هنايا للهارت وحنرسم تحت اللي هو الانفيرو فينا كيفا. حنعرفوا ان الانفيرو فينا كيفا يبدا من لمبر فيرتبرا رقم 5 وينتهي بمروره من الديافرام في التراسك فيرتبرا رقم 8 مع فتحه اسمها الكافال اوبننج. يبقى هذا الانفيرو فينا كيفا بدا من تحت عن طريق قلنا اتحاد 2 فينس كومن إليك فين رايت وواحد تاني ليفت. يعني تو كومن إليك فينس يتحدوا باش يكونوا الانفيرو فينا كيفا يصب في الرايت اتريوم. تو بريكيو سيفاليك فينس يتحدوا مع بعضهم ويصبوا في السوبيرو فينا كيفا والسوبيرو فينا كيفا يصب وين؟ في الرايت اتريوم. تمام. احنا نعرف ان في التراسيك ريجن والابر بارت نتاع البوستيرو ابدومين وول في فين جهه الرايت سايد والفين هذا يربط السوبيرو فينا كيفا مع الانفيرو فينا كيفا ونسمو فيه الازايغوس فين. ونعرفوا ان الازايغوس فين هذا من جهه الليفت سايد حيصبوا فيه تو فينز ثانيات نسمو فيهم الهيمي ازايغوس. الهيمي ازايغوس في عندنا سوبيرو الهيمي ازايغوس والثاني نسمو فيه انفيريور هيمي ازايغوس. تمام. هذو كلهم سيستميك سيركيوليشن. سيستميك سيركوليشن. نكتب البيانات وبعدين نكملوا فورورد. طبعا هذول الاثنين نسمو فيهم رايت اند ليفت بريكيو سيفاليك فينز يكونوا في السوبيريور فينا كيفا تحت هذا انفيريور اي في سي انفيريور فينا كيفا. هذا نقدر نسمو فيه سوبيريور هيمي ازايغوس اللي من تحت اسمه inferior hemi azygos واللي جهة الرايت سايد طبعا جهة الليفت اللي جهة الرايت سايد اسمه الازايغوس فين. وكلهم قلنا احنا هادو systemic circulation. هذا رايت كومن اليك فين وهذا ليفت حتى هو كومن اليك فين. ممتاز. تمام. نجو توا نبو نرسمو organs تاع جي اي تي تراكت. حنرسم في السايد هذا حنقولوا احنا اللي هو distal part تاع الاوسيفاجوس نهايه الاوسيفاجوس اللي هو قلنا يتلاقى مع الستومك. فحنرسم جزء بسيط من الستومك مش الستومك بالكامل اللي هي هذه الستومك. تحت هنايا حنرسم اللي هو ريكتوم وأين الكنال اخر جزء من جي اي تي تراكت في السايد هذا. في السايد هذا حنرسم الليفر هنا حنرسم اللي هو الامبلاكس اللي هو جزء من الانتيريور ابدومينال وول. رسمت البوينتس هذه اللي نحتاج لها في الشرح نكتبوهم مع بعضنا. عندك هنا اللي هو محتاجين للاوسيفاجوس هنا محتاجين للريكتوم اكتبها هنايا هنا محتاجين للليفر وهنا محتاجين للامبلايكس نكتبها تحت وحنتكلموا علاش. شوف معي هنا تو انا بنتكلم على حاجه اسمها اللي هو البورتال فين. البورتال فين حنرسمه باللون هذا اللي هو البنفسجي او البيربل زي ما يرسموا فيه في الكتابات. البورتال فين طبعا هو فين يتكون من اتحاد فين اسمه سبلينيك فين اللي هو هذا سبلينيك فين.
السبلينك فين يتلاقى مع مني؟ يتلاقى مع السبيرو ميزنتريك فين. هذا السبيرو ميزنتريك فين. التو فينس يتحدوا مع بعضهم باش يكونوا اللي هو بورتال فين. البورتال فين هذا حيمشي للليفر وحينقسم الى تو برانشز، حينقسم الليفت برانش وحينقسم الى رايت برانش ويدخلوا للليفر. ممتاز. يبقى هذا البورتال فين، هذا سبلينك يتلاقى مع السبيرو ميزنتريك باش يكونوا بورتال، نقسم ليفت بورتال ورايت بورتال ودخلوا للليفر. سبلينك فين في فين يصب فيه اللي هو الانفيريو ميزنتريك فين، حنرسم هنا من الانفيريو ميزنتريك فين ونكتبوا عليهم البيانات قبل ما نكملوا فورورد. يبقى الفين الاول اهو اسمه سبلينك فين. التحد مع من؟ التحد مع سوبيريور ميزنتريك فين. الاثنين مع بعض مكونوا بورتال فين، بورتال فين. الانفيريور ميزنتريك فين، انفيريور ميزنتريك فين مشي وصب في سبلينك. البورتال فين انقسم الى تو برانشز، واحد ليفت والثاني رايت برانش. نعاود ثاني، سبلينك فين يتلاقى مع السوبيريور ميزنتريك فين باش يكونوا البورتال فين. الانفيريور ميزنتريك فين يصب فاش في سبلينك فين. البورتال فين انقسم الى ليفت برانش ورايت برانش. تمام، اكسلنت. شوف معي تو هنا، هنا في عندنا فينات نتاع قبل ما نمشي للفينات باهي سوريا اللونو السيستميك سيركوليش بلو الازرق، اسف تحتاج منه وقت. هذا بريكيوسيفاليك، بريكيوسيفاليك باش كونوا مني قلنا احنا السوبيريور فينا كيف. هذا اللي هو الازايغوس ومن تحت هذا انفيريور فينا كيف. طبعا الانفيريور فينا كيف جاي في الباكا، بينما البورتال سيستم اوف فينز جاي في وسط الابدومينال كافيتي وياخذ في فينوس درينج من الجي اي تي تراكت، من الجي اي تي تراكت. خلاص تو هيك ميزنا اللي هو السيستميك مع البورتال. في الديستال بارت نتاع الاوسيفاجوس عنده فينات فينوس درينج نتاع الديستال بارت، هذا حيمشي للانفيريور هيمي ازايغوس اللي هو جزء من من جزء من السيستميك سيركوليشن. فالفين هذا نسموه فيه احنا اسوفيجيال فين، اسوفيجيال فين. تقريبا في نفس الريجن في الليسر كيرفيتشر نتاع ستومك بنتكلم عليه ارتري واخدينه ديما ومهم جدا، اسمه ليفت جاستريك ارتري اللي هو برانش من السيليك ترنك اللي قلنا يغذي الليسر كيرفيتشر نتاع ستومك ويعطي برانشز للديستال بارت نتاع الاوسيفيروس. نفس الشيء الفين، بنرسم فين اللي تو اسمه ليفت جاستريك فين، حياخد فينوس درينج من الليسر كيرفيتشر نتاع ستومك ومن الديستال بارت نتاع الاوسيفيروس، يعني من الريجن هذه بالشكل هذا. الفين هذا اسمه ليفت جاستريك فين، شوفوا وين ماشي يصب، يصب في البورتال فين. يصب وين؟ في البورتال فين، ونكتبوا اسمه، اسمه هو ليفت جاستريك جيا فين. كأني بنقول كأن في أناستوموزس ما بين الأسوفيجيال فين اللي مشي للسيستميك سيركوليشن والليفت جاستريك فين اللي مشي صب في البورتال فين، وهذا أول مكان تصير فيه أناستوموز ما بين السيستميك وما بين البورتال سيركوليشن، يعني وين؟ في الديستال بارت اوف اوسيفكس. الامكان الثاني نجول للريكتوم، احنا نعرفوا ان الريكتوم الارتيري بلاد سبلاي بتاعها يغدو فيها ثلاثه ارتريز، سوبيرو ريكتال ميدل ريكتال وانفيرو ريكتال ارتري، وكل ارتري يجي من مكان. بس نفس الشيء في الفينات عندها ثلاثه فينز، ثلاثه فينز، واحد اسمه سوبيرو ريكتال فين ميدل ريكتال فين انفيرو ريكتال فين. شوفوا معي السوبيرو ريكتال فين حياخذ من الريكتوم اللور بارت اوف ريكتوم ومن الانال كانال، شنو اسمه؟ سوبيرو ريكتال فين. شوفوا وين مشى، مشى للانفيرو ميزنتريك فين، يعني مشى للبورتال سيركوليشن، اسمه سوبيرو ريكتال فين اللي هو سوبيرو ريكتال
فين صب مشي وصب وين في الانفير ميزنتريك. الانفير ميزنتريك صب في سبلينك. السبلينك تلاقى مع السوبير ميزنتريك باش كونوا البورتال فين باش مشي للليفر. هذا امكان هذا الفين الاول. التو فينس الثانيات يعني واحد اسمه ميدل ريكتال فين والثاني اسمه انفيرو ريكتال فين. التو فينس هادو مشوا لي فين اسمه انترنال اليك فين اللي في الاخير مشى لي كومن اليك فين ومشى لي السيستميك سيركيوليشن بالشكل هذا. فالتو فينس هادو مع بعضهم واحد اثنين نسمو فيهم ميدل ريكتال فين و انفيريور ريكتال فين. ميدل ريكتال فين وانفيريور ريكتال فين مشوا للسيستميك سيركيوليشن والسوبيرو ريكتال فين مشى للانفيرو ميزنتريك فين. وهذا الثاني امكان تصير فيه الاناستوموزس يتلاقوا الفينات مع بعضهم هنا. هذه نمبر 2. رقم 3 الانتيرور ابدومينال وول الفينس درينج نتاعها ابوف دي امبلايكس هادو عن طريق مجموعه فينس يمشي يصب في السوبيرور فينا كيف عن طريق مجموعه فينس ويمشي يصب وين في السوبيرور فينا كيف. نعطي مثال مثلا عندنا فينس مال لاترال ثوراسيك فين هذه يصب في وين في الاكزيلاري فين وعندنا فين ثاني اسمه السوبيرو ايبيجاستريك فين هذا يمشي ويصب في الانترنال ميموري فين وفي الاخير كلهم لو جبت تبعهم بيصبوا وين في السوبيرو فينا كيفا. يعني الفينات اللي باللون الازرق هذا في الانتيرور ابدومينال وول هذا جزء من السيستميك سيركوليشن. وفي فينات تحت الامبلايكس حتى نفس الشيء حيمشوا ويصبوا في الانفيريور فينا كيفا وهذا نعتبره فيهم جزء مناش من السيستميك سيركوليشن. ممتاز. شوف معي احنا نعرفوا ان ما بين الامبلايكس وما بين الليفر في ليجامنت فيه ليجامنت اسمه ليجامنتوم تيرس او تيرس ليجامنت اوف ذا ليفر. مع الليجامنتوم تيرس هذا في فينس تمشي معاه. انسوا الليجامنت وخلونا في الفينس يمشوا يربطوا الانتيرو ابدومينال وول بالفين هو اسمه ليفت برانش اوف ذا بورتال فين. يعني هذا الليفت برانش حنرسم فين هيك بالشكل هذا. الفين هذا مشي في اتجاه الامبلاكس ويتلاقى مع الفينات متاع الانتيرو ابدومينال اللي مشوا للسيستميك سيركوليشن والفين هذا اسمه بارا امبلايكال فين. البارا امبلايكال فين يتلاقى مع الفينس الثانيات وين اراوند دي امبلاكس. يبقى المكان الثالث متاع البورتو سيستميك سيركوليشن وين اراوند دي امبلاكس. هي مع بعض الامكان الاول تصير فيه البورتو سيستميك سيركوليشن ديستال بارت اوف اوسيفيرس هو ما بين من ومن ما بين الفينس اللي مشيات للهيمي ازاكس مام اوسيفيجيال فينس اللي هم هادو وما بين الليفت جاستريك فين اللي ماشي يصب في البورتال فين. هذا رقم الاول. رقم 2 تصير وين قلنا احنا في الديستال بارت نتاع الريكتوم والانال كانال هي الاناستوموز باه صارت بين من ومن صارت ما بين السوبيرور ريكتال فين سوبيرو ريكتال فين اللي صب في الانفيرو ميزنتريك فين اللي مشى للبورتال سيركوليشن وما بين ميدل ريكتال فين انفيرو ريكتال فين اللي مشوا صبوا فاش في الانفيرو فينا كيفا. هذا المكان الثاني. المكان الثالث قلنا وين اراوند دي امبلاكس اراوند دي امبلاكس هذا المكان الثالث تصير فيه الاناستوموز ما بين من ومن ما بين الفينس اللي تمشي للسيستميك سيركوليشن والبارا امبلايكال فين اللي ربط الفينس بتاع الانتيرو ابدومينال وول باللفت branch of the portal vein. ممتاز. شوف معي هنا نبي نضيف حاجه باهي. طبعا احنا هذا اسمه الرايت portal vein هذا راه يصب في فين بتاع اللي هو حنرسم هنا رسم توضيحي بس اللي هي الجول بلادر. الجول بلادر عندها فين الفين بتاعها يمشي يصب وين قلنا احنا في الرايت بورتال فين نسمو فيه سيستيك فين. سيستيك فين ماليش علاقه بالسيركيليشن طبعا غير رسمته للتوضيح باهي. هذه حاجه. الثلاثه ريجنز هادو اللي تكلمت عليهم راهو هادو الثلاثه يعتبروا ذا مين سايتس فور دي اناستوموزس اهم ثلاثه امكانات تصير فيهم الاناستوموز. مع هذا في اماكن ثانيه تصير فيها الاناستوموزس ونعطي فور اكزامبل هذه الليفر هذا السوبير سيرس بتاع الليفر
خلينا نعرفوا ان الليفر فيها بير اريا، البير اريا اتاتشد في الديفرام، ففي فينس ليهم علاقه بالديفراماتيك فينس والعلاقه بالليفر، فيديروا في انستوموز هنا، حتى نعتبروا فيها جزء من البورتو سيستميك انستوموز، بس كلينيكالي تعتبر ليس امبورتنت من الانستوموز اللي تصير في الديستال بارت نتاع الاوسيفاجوس واللي في الريكتوم واللي حوالين الامبلاكس. تمام، شنو الكلينيكال امبورتس نتاعها السيركوليشن هذه؟ احنا فرضا ناخذ على سبيل المثال شخص يكون الكحوليك اللون في الليفر باللون الاخضر ان هي صار لها سيروسز تليفت نتيجه الكحول، والبورتال فين احنا نعرف ان البورتال فين يرفع في 70% من البلد سبلاي اللي ماشي لوين للليفر، يعني البورتال فين هذا حيرفع 70% من البلد اللي داخل الليفر. لما الليفر يصير لها سيروسز هذا حيصير فيه هايبرتنشن، حيصير فيه هايبرتنشن نسمو فيه بورتال هايبرتنشن، بورتال هايبر تنشن. البورتال هايبر تنشن او البورتال اوبستراكشن نتيجه السيروسز او نتيجه ربما يكون في امبوليزم، هذا كله حيزيد الضغط هنا في وسط البورتال فين، فكل الفينس اللي تصب كانت تصب في البورتال فين حتمشي وتغير السيركوليشن بتاعها، تدير حاجه اسمها كولاترال سيركوليشن، يعني زي الليفت جاستريك فين هذا خلاص يبدا الفين يخدم بالعكس ويبدا يرفع في البلد عن طريق الاسفجيه الفينس ويبدا يدخل السيستميك سيركوليشن. ففي الريجن هذه حتبدا الفينات النهايه في المنطقه هذه تبدا الشكل بتاعها اب نورمال تتوسع، نسموه فيها احنا اسفجيال فاريسز، دوالي، دوالي المريء نسموه فيها. عادة البيشنت اللي عنده الدوالي متاع المريء يجي بـ vomiting blood أو vomit blood نسمو فيها hematemesis، يعني رجع في دم، هذه رقم واحد. رقم اثنين السيركوليشن هذه أو الأنستوموس around the rectum حيجي البيشنت عنده حاجة نحن نقوله hemorrhoid اللي هو بواصير، هيمورويدز، يعني يجي بي ريبيتد بليدنج، حاجه الثالثه الانتير ابدومينال وول. لو بتدير اكزامينيشن للانتير ابدومينال وول جست بالانسبكشن، يعني بمجرد ما تشوف الانتير ابدومينال وول تلقى اب نورمال دايليتيشن في الفينس اللي حوالين الامبلاكس، وهذه نسمو فيها كابوت ميدوس، وهذا الكلينيكال امبورتنس متاع البورتو سيستميك سيركوليشن. اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.